أنواع الإصابات خمسة: الكسر، الخلع، التمزق، القطع، التآكل. هنتكلم عليهم باختصار وافي الأول بإذن الله. أولاً الكسر. الكسر هو حدوث خلل في تكامل العظام كقطعة واحدة. أسباب حدوثه حاجة من اتنين: إما تأثر العظام بقوة معينة، أو ضعف نسيج العظم نفسه بسبب هشاشة أو ورم أو غيره، وهنا بنسمي الكسر كسر المرضي. طيب، بالنسبة للقوة اللي ممكن تكسر العظم دي عاملة إزاي؟ ممكن تكون القوة دي قوة جديدة زي حادثة مثلا، أو واحد وقع من مكان عالي، أو بالعكس تكون قوة بسيطة جدا ولكنها متكررة وعلى نفس المكان فتكسره، زي الكسور اللي بتيجي من كتر المشي مثلا. حتى هما بيسموها عندنا في الطب كسر التسوق، اللي هو شوبينج فراكشر أو المارش فراكشر. هنتكلم بعد كده على ميكانيكية حدوث الكسر. بصوا، كل عظم جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بميل سنة كده، عامل كده، بالتالي بقى له سطحين، واحد مقعر والتاني محدب. السطح المقعر بيكون مضغوط والسطح المحدب بيكون مشدود، يعني كل سطح منهم، يعني كل سطح بيكون له قوة بتأثر عليه. طول ما القوتين دول قد بعض لا يمكن العظمة دي تتكسر، إنما لو غلبت القوة بتاعة السطح المقعر من تحت ده على قوة الشد بتاعة السطح المحدب، هنا العظمة هتكسر على طول. وده اللي بيفسر كسور كتير خصوصا في الأطفال. بتلاقي طفل وقع هدر محترم، أو اتخبط جامد قوي، أو حتى وقع من مكان عالي وقام سليم وزي الفل، ونفس الطفل ده يتكعبل في سجادة كده وهو ماشي، ولا يقع وهو ماشي فيتكسر. هنا زاوية الوقعة نفسها مش قوة الوقعة هي اللي عملت خلل في توازن القوتين اللي على العظمة دول، وبالتالي حصل الكسر. أنواع الكسور ثلاث أنواع: في الشرخ، وفي الكسر الكامل يعني اللي هو بيتحرك من مكانه، وفي حاجة اسمها كسر العود الأخضر. الشرخ هو كسر بس في مكانه، ثابت وما تحركش. أما الكسر اللي احنا بنقول عليه الكسر الكامل أو الكسر المتحرك، بتبقى العظمة اتقطمت نصين، طرفين الكسر ما بقوش قصاد بعض، كأنك كسرت غابة ناشفة كده، وده بيحصل في الأطفال وفي الكبار. أما النوع الثالث اللي هو كسر العود الأخضر، ده بيحصل في الأطفال بس، وفيه العظمة بتتكسر فعلا بس طرفين الكسر ما بينفصلوش عن بعض. ده في الحياة كده كأنك كسرت عود ملوخية، العود الأخضر يعني. الحقيقة هو اتقطم واتكسر بس لسه طرفين الكسر ما انفصلوش عن بعضهم.